أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج عسلامة. كما عودناكم كل مرة نثيروا موضوع تقترحوه علينا ونحاولوا نثريوه بالنقاش، إن شاء الله نكون وإحنا وفقنا. هو الهدف فتح باب الحوار وفتح باب مجال للنقاش. معنا ضيوفنا الأعزاء، أهلا وسهلا عماد، أهلا وسهلا بسمة. وبيك عايشك. اليوم مع بعضنا باش نحاولوا نثيروا موضوع حول معجزات السيد المسيح، ما المقصود بها؟ وإذا أمكن في محاور في هذا الموضوع نثيره حول مختلف هذه المعجزات. تعرف معجزات السيد المسيح يعني هي قدمت، يعني هو عملها وقدمها لتلبية حاجات وفي نفس الوقت لتعميق إيمان أشخاص. نعم. يعني غاية المعجزة مش إظهار قوته أنه هو قادر يحول هذيك العصا إلى أفعى، ولا كما صارت في العهد القديم. دائما المعجزات منذ العهد القديم كانت لها عندها غاية روحية، الله كان يريد أن يتكلم إلى الناس ولا الأشخاص من خلالها. نعم. والمعجزات اللي قام بهم السيد المسيح في نفس الإطار هي لتعميق إيمان الأشخاص هذوم كما قلت، وأيضا تساعد الناس أن تفهم هوية الشخص الذي هو أمامهم. يعني كان يفكروا هو معلم يهودي، رباي، شخص ممكن عادي مثله مثل أنبياء سابقين، لكن من خلال المعجزات اللي قام بها هو قام بمعجزات ليس هناك أحد غيره يستطيع أن يقوم بها. تفضل يا عماد. الإنجيل يلخص عمل السيد المسيح أنه كان يجول يعلم ويصنع معجزات، كان يجول يعلم ويشفي الناس. الله رأى من فوق السماوات، من فوق السحاب، تألم الناس، تألم الناس من مرض، من احتياجات، من فقر، من عقد نفسية. ألم الناس واضح لله، كيف في وقت المسيح وكيف اليوم. السيد المسيح تحنن على هؤلاء الناس وشفاهم. إذن ربما نفهم هنا يعني دور الله في هذا كله، إن هو زيادة إثبات لوجوده، أو كما قلت أنت تحنن وحب يقرب للإنسان الله أكثر. الله أعلن عن نفسه أكثر من عديد طريقة، عديد المعاني لمعجزة الشفاء. أول حاجة السيد المسيح عمل باش يبين القدرة التي له، يبين السلطة.